الحرارة تصل 60 درجة والعالم يحتاج 6 مليار جهاز تكييف. في تقديرات إن ممكن العالم ما يقدرش يرجع المناخ كما كان أو حتى يوقف تدهور المناخ، وإنه تدهور البيئة أصبح حتميا نتيجة فشل العالم في ضبط الأمور المناخية. وفي تقديرات أيضا لجامعة كولومبيا إنه في سنة واحدة اللي هي 2022 في 100 مليار طن من الجليد ذاب في العالم. كلم ذوبان مذهل، مش يعني كتل صغيرة من الجليد كما كان من قبل، نتكلم إنه في سنة واحدة 100 مليار طن من الجليد تمت إذابته بفعل التغير المناخي في العالم. دولة زي باكستان حصلت فيها فيضانات مروعة في 2022 نتيجة تغير المناخ. وقلنا قبل كده إنه تلت مساحة باكستان، تلت المساحة، شيء مهول جدا، أصبح غارقا تماما. فأنت شايف مية على مدد البصر وإلى أبعد من البصر بكتير. فجأة البلد كلها بقت المحيط الهادي، تلت باكستان. الخطر الأكبر الذي يهدد دولة مثل باكستان ودول كتيرة في العالم إنه الأنهار الجليدية التي تنبع من الهيمالايا، ده تالت أنهار جليدية في العالم بعد المنطقة القطبية الشمالية والجنوبية. يبقى القطب الشمالي الجنوبي الهيمالايا، الهيمالايا تالت مصدر لأنهار الجليدية في العالم. هذه الأنهار الجليدية في الهيمالايا بدأت في الذوبان، وإذا استمر هذا الذوبان هنتكلم على بعد 50 سنة، وده مش كتير يعني، اللي حاليا أطفال هيكونوا لسه ما طلعوش معاش، بعد على 2050 أو بعد 50 سنة على 2070 هنلاقي إن كتير من هذه الأنهار الجليدية قد ذاب تماما. وده معناه مش غرق تلت باكستان، إنما غرق باكستان كلها. ومش غرق مؤقت إنها فيضانات وتنتهي، إنما غرق دائم نتيجة إن هذه المياه ستستمر، لأن أنهار نزلت وهتستمر كمان تنزف هذه الأنهار في اتجاه الأراضي الباكستانية تحت الهيمالايا مباشرة. دول هتغرق تماما، قلنا على المالديف ودول أخرى جزرية صغيرة ممكن تختفي تماما من العالم. وقلنا إن هم في المالديف بيحاولوا يشتروا أرض في الهند، لو الدولة غرقت ياخدوا الأرض دي يعملوا دولة جديدة في منطقة في الهند. إذا الموضوع صعب للغاية وموضوع مروع، موضوع تغير المناخ، وإن في دول ممكن تواجه مشاكل كبيرة جدا ومشاكل وجودية ربما تختفي هذه الدول على أثر التغير المناخي. الدول النامية حضراتكم هتخسر لغاية مثلا 2030 في تقديرات حوالي 1 تريليون دولار نتيجة تغير المناخ. مثلا في باكستان عمران خان رئيس الوزراء السابق حاول يزرع 10 مليار شجرة علشان يوقف التدهور البيئي، وكمان اتكلم على موضوع لابد دعم الدول الغنية والدول الفقيرة في هذا الأمر. في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ وبمبادرة مصرية ودول أخرى من العالم الثالث، تم الضغط على الدول الغنية اللي هي الأصل في تدهور المناخ إنها تساعد الدول الفقيرة، وتم يعني التوصل لأول مرة إلى صندوق للكوارث من أجل دعم الدول الفقيرة لمواجهة تغير المناخ. نأمل إن هذا الصندوق ينال الدعم الكافي، نأمل إن العالم ياخد بجدية هذا الأمر، لأنه العالم قد يواجه مشكلة كبيرة جدا في المستقبل نتيجة التدهور البيئي. مجلة نيتشر المرموقة بتقول إنه في المنطقة العربية بعض الدول ممكن تصل درجة الحرارة فيها إلى 60 درجة مئوية قريبا. وستين درجة مئوية معناها استحالة الحياة، ولابد يكون في أجهزة تكييف في كل مكان تقريبا. والعالم دلوقتي مثلا أحصية 2018 العالم فيه 1.6 مليار جهاز تكييف. قول يعني دلوقتي ده قربنا على 2 مليار جهاز تكييف، إنما وقتها يعني فيما بعد المفروض العالم هيحتاج إلى 6 مليار جهاز تكييف لمواجهة تدهور المناخ. إذا القضية كبيرة ومعقدة ومركبة، جليد بتفكك، أنهار جليدية في الهيمالايا ممكن تنهار في لحظة، دول قد تختفي، صندوق كوارث لسه بيبدأ، وبالتالي هذه الأزمة الكبيرة جدا ما لم ينتبه لها العالم للأسف هنكون إزاء حتمية للانهيار البيئي وتدهور الحياة في هذا الكوكب.